الواحد قاعد بيشرب عصير على البول. اه، وانا كمان طعم العصير يجنن. انا جعان جدا. الله، النهارده شكلي حلو قوي. انا قاعده مبسوطه قوي قوي قوي. ايه ده، انتوا قاعدين على البول ومش هتروحوا مدرسه النهارده ولا ايه؟ انتوا نسيتوا يا جولي النهارده في مدرسه؟ هو انا مش فاهمه، النهارده في مدرسه ولا مفيش؟ انا نسيت خالص. ايه ده، يلا يا جماعه عشان تروحوا المدرسه، لسه قاعده في البيت هنا. انا كنت نازله يا ماما، لقيت جولين على البول فافتكرت النهارده مفيش مدرسه ولا حاجه. لا طبعا النهارده في مدرسه، لازم يلا ان انتوا تنزلوا. هي هنروح المدرسه النهارده، بس الميه ساقعه جدا، انا عايزه انزل البسين الاول. ايه ده ايه ده، لا ما تنزليش يا اما، المايه ساقعه جدا، لسه الصيف ما جاش. يا خساره، كنت بجد عايزه ان انا انزل البول. شفتي بقى ماما، انا بجد بقول لك انا هروح المدرسه دلوقتي. هو بس طلعت جوليان وامه من البيسين عشان هم نازلين البيسين وبيغرفوه. حاضر، انتوا الاتنين لسه يلا في الميه، كل واحد يطلع يلبس. النهارده في مدرسه يا ماما، النهارده اجازه شم النسيم. لسه يا حبيبي، دي بكره مش النهارده. يوه، انا كنت فاكره ان هي النهارده. يا خساره. شفتوا بقى، يلا اتفضلوا اطلعوا انتوا الاتنين فوق عشان خاطر تلبسوا، عندكم مدرسه. حاضر يا ماما، حاضر، هطلع البس عشان اروح المدرسه. انا كل يوم بروح المدرسه، ما وريش غير ان انا اروح المدرسه. انا زيت، انا عايز اخد اجازه زي اي موظف في الدنيا. جوليان، هي جوليان، هروح المدرسه، لكن انا عندي الحضانه، مش مشكله، ممكن ان انا ما اروحش. حتى ما شربتش الليمون بتاعي، هسيبه هنا وهخليه لحد اجازه شم النسيم عشان اجي اكل البيض براحتي والعب على البول براحتي. ماشي يا حبيبي، يلا اطلع فوق عشان تروح المدرسه، هو النهارده اخر يوم. يا جماعه انا مش قادره اصدق نفسي، كنت فاكر النهارده الاجازه خلاص، طلع النهارده يوم تاني عادي اروح فيه المدرسه، وكنت قاعد على البول وبشرب ليموناتا. ماما قالت لازم تروح المدرسه. بجد ضحكتني قوي يا جوليان، اكيد يعني النهارده لسه في مدرسه. انا ما كنتش فاكر كده، هو انا ليه لازم كل يوم اروح المدرسه، روح المدرسه، روح المدرسه؟ حاجه بجد بقت صعبه قوي قوي قوي. يلا يا جماعة، أنا عارفة النهاردة آخر يوم انتوا مستنيين أجازة شم النسيم، كل واحد يقعد مكانه عشان نبتدي الحصة. ايه، هنخلص اخيرا. يلا يا جماعة، كل واحد يقعد عشان هنبتدي حصة جامدة جدا جدا جدا. بجد هنبتدي حصة جامدة، يا ريت تكون مختلفة احسن، انا زهقت من كل حاجة. جوليان اقعد ساكت بقى شوية عشان ميس تمشينا، عشان ممكن يكون النهاردة نص يوم او حاجة. يلا يا جماعة، أنا عندي ليكم مفاجأة جامدة جدا النهاردة، اتكلمت النهاردة مع المدير وهخلي لكم النهاردة حصة مختلفة خالص. ايه ده بجد يا ميسا، هتعمل لنا فيها ايه مختلف؟ أبدا، كل واحد فيكم هيروح عند مامته وباباه. أيوه، سيبيني أنا أشرح لهم. بصوا يا جماعة، كل واحد فيكم هيروح عند مامته وباباه، أو بالذات باباه، ويشوف الشغل بتاعه ويشتغل معاه يوم واحد بحاله، ده يكون الواجب بتاعكم. ايه ده بجد، يوم بحاله؟ واو، انا ممكن اروح المطافي عند بابا، هتبقى فكره حلوه قوي. الله، كلنا عايزين نروح عند بابا تشولين. الصراحه شغله المطافي دي لذيذه جدا. ايوه، مش بقول لكم انا فعلا عايز ان انا اروح الحاجات دي كلها. هي الحمد لله العيله انبسطوا بالفكره، كويس عشان خاطر ياخدوا اجازه، عشان انا النهارده هموت من التعب، مش قادره، حاسه ان انا هولد. يلا يا جماعة، كل واحد فيكم يروح عند باباه الشغل بتاعه النهاردة ويكمل معاه الشغل كله، ويجي لنا بكرة يحكي لنا عملتوا ايه بقى مع باباكو في الشغل بتاعه، ده هيكون الواجب بتاعكو. اوكي، ماشي، ميرسي جدا يا مستر، اكيد طبعا هنعمل تحفة. يلا مستعدين؟ اه يا مستر مستعدين. اوهو، هروح عند بابا الشغل واخليه يشغلني معاه، هشتغل معاه في المضافي. هاي، بقول لكم ايه، مش هتصدقوا الواد جولي الابن ده مسخره. امبارح عادي كان يومه في الصاله كلها وتجري وراه بالشبشب، وهو يقول لا ما تمسكنيش يا ماما، مش عايزه البس البنطلون. كان دم مسخره الصراحه. ابنك ده شكله شربات. ايوه فعلا، ده فظيع مجرم، بيقعد يعمل كوارث كتير قوي. بابا انت بتتكلم عني ولا ايه؟ ايه ده جوليان، لا طبعا مش بتكلم عنك، بتكلم على واحد معايا في الشغل. هاي، ازيك يا جوليان، اخيرا شفناك، ده باباك بيحكي لنا عليك كتير قوي. يا بابا انت كنت بتتكلم عني بجد ولا ايه؟ لا ما بتكلمش عنك ولا حاجة يا عم. طيب ماشي اوكي،
اهلا يا حبيبي، ايه اللي جابك الشغل عندي النهارده؟ ابدا يا بابا، المدرسه ادتني واجب، قالوا لي ان انا لازم ان انا اجي عند بابايا في الشغل واقعد اقضي معاه الشغل بتاعي يوم بحاله، بعد كده عشان اعرف طبيعه الشغل وكده اكتب الواجب ده. طيب لو كده اهلا وسهلا في المطافي، هتنبسط معانا جدا النهارده. ايوه كلنا قاعدين بنشرب اللاتيه، بعد كده عندنا شغل جامد جدا النهارده. ايه ده، والله عندكم شغل كتير النهارده؟ عندكم شغل كتير ايه؟ عندنا شغل كتير وخلاص، مالكش انت دعوة. طب قولي لي بقى عشان ده الواجب بتاعي. طيب خلاص ماشي اوكي، ما تقلقوش انا هظبطكم واعمل لكم شغل حلو جدا جدا جدا. ايه يلا يا جماعه عشان نشرب اللاتيه وننزل، عندنا حاله طوارئ جامده جدا، لازم نستعد. اول حاجه لازم ان احنا ننضف العربيه بتاعتنا كويس جدا، وبعد كده بنتاكد ان احنا مليينها ميه عشان لما نطلع يكون الخزانات بتاعتنا مليانه، عشان لو في اي حاجه مشكله او كده. ولازم ناخد معانا المقشه عشان ساعات بيكلمونا بتكون الايه القطه مثلا مزنوقه على شجره، فدي بتكون الشغلانات بتاعتنا، بننقذ قطط وبننقذ بني ادمين. الله يا بابا دي فكره حلوه جدا، يلا اقعد انت بقى نظف بقيه العربيه قبل ما اجيلك. واو نفسي لما اكبر اشتغل زي بابا واقعد انظف العربيات. ووهو. شفت بقى، مش بقولك ابنك بقى يعمل شغل كتير جدا، كلنا مبسوطين منه قوي، اخدنا الكافي بريك وهو عمال بينظف العربية. يلا يا جماعة العربية نطفت، تمام اركبوا بقى عشان عندنا مهمة خطرة جدا. هو انا مش المفروض اجي معاكم؟ لا لا بالليل هتيجي معانا، لكن المرة دي لا. يوه بجد انا كنت ممكن اجي معاكم واعمل لكم شغل حلو قوي. مش هينفع يا جوليان، انزل بقى يلا عشان كده مش هينفع. اه يا خسارة، كان نفسي فعلا اجي معاهم. يلا مش مشكلة، أنا هروح أريح شوية لحد ما يرجع. ممكن تطلع فوق تريح عشان خاطر بيبقى خطر جدا المطافي والحاجات دي، فلما نرجع ممكن نبقى ناخدك مهمة سهلة شوية عشان خاطر ما تكونش خطر. اتفرج بقى على التلفزيون لحد ما يجي جوليان. اوكي ماشي يا بابا هستناك. ودول مشوا بالعربية، يا خسارة كان نفسي اروح معاهم الصراحة. مش مشكلة اكيد هياخدوني مرة تانية. ايه ده، ده ميكروفون، ده صوته عالي قوي. اوه نفسي قوي اخش اريح شويه. نفسي بقى اشتغل قوي في المطافي مع بابا. يلا يا جماعه بس ان احنا ننام ومشينا عشان ما يجيش معانا الشغل، الصراحه الدنيا صعبه قوي، ممكن يتحرق ولا حاجه مني وانا مش عارفه اتصرف. يا جماعه يا جماعه الحقوني لو سمحت بسرعة الحقوني. ايه ده ايه ده، في حالة طوارئ، بابا مش موجود ومفيش حد موجود. ايوه انا معاكي، اهلا بيكي. انا لو سمحت الحقوني المطبخ بتاعي بيولع، حد يجي ينقذني بجد، حد يجي ينقذني. طب خلاص خلاص انا جايلك على طول، قولي لي العنوان بتاعك. آه انا ساكنة في شارع البط على ايديك اليمين عند الوزة. طيب شارع البط على ايدي اليمين عند الوزة، ايه العنوان الغريب ده؟ يلا خدت معايا بتاعت المطافي، يا رب يكون المطبخ بتاعها لسه ما اتحرقش. الحقني بسرعه المطبخ بتاعي بيولع، يلا بسرعه الحقوني الحقوني بجد. طيب خلاص ماشي انا جايلك. وريني فين بس المطبخ اللي بيولع ده، انا هعرف اطفيه كويس جدا. اهو اهو شفت الطاسه بتولع هي والبيض. حاسبي حاسبي كده يا مدام، بصي طفيت لك الحريقه خالص. بجد انت بطل، ربنا يخليك ليا، بجد انا بموت فيك. العفو على ايه، انا موجود في الخدمه، المطافي 24/7، لو عايزتي اي حاجه كلميني في اي وقت. بجد ربنا يخليك ليا، انت فعلا انسان فظيع، بحبك قوي. هو العفو على ايه، معي لسه معي لسه صغنون. جوليان احنا رجعنا، نمت كويس يا حبيبي؟ ايه ده يا بابا انا كنت بحلم، يا خساره ده انا حلمت حته الدين، حلم حلمت ان انا بنقذ واحده في المطبخ، نفسي تاخدني معاك بقى بابا انقذ حد. ماشي يا حبيبي حاضر، المره الجايه هاخدك معايا على طول.